ازيكم يا اصحابي، يا رب تكونوا مبسوطين. النهارده هنعمل وصفه البان كيك بوصفه سهله وسريعه وهتحبوها جدا جدا. دي مكونات سهله وبسيطه وموجوده في اغلب بيوتنا. تعالوا نشوف مكوناتنا عباره عن ايه. اول حاجه عندنا مقدار كوب واحد لبن كامل الدسم، مقدار واحد بيضه عليها رشة فانيليا أو كيس فانيليا، ولو عندك فانيليا سايلة تقدري تحطي نقطة أو نقطتين، وعندنا رشة ملح. عندنا هنا كمان معلقة كبيرة سكر وثلاث معالق صغيرة من البيكنج باودر، وعندنا هنا مقدار واحد كوباية دقيق منخول كويس. وعندنا زيت، حبة زيت صغيرين جدا، وطبعا الفرشة بتاعتنا. ودوت هنحتاجه، هقولكوا هنحتاجه في ايه. اول حاجة هنحط مقدار البيضاية بالفانيليا ورشة الملح في الطبق بتاعنا، نحاول ننزل كل اللي موجود في الطبق يا جماعة، وهنضيف عليه معلقة السكر والبيكنج باودر ونضربهم مع بعض كويس جدا لغاية ما نوصل للقوام الكريمي. هنلاقي لونها بقى فاتح جدا وقوامها قوام الكريمة زي ما انتوا شايفين كده. نضربها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. ده القوام اللي احنا عايزين نوصل له، شايفين؟ تمام. هبتدي اضيف كوباية اللبن. طبعا لو عايزة تستخدمي لبن اللي هو نصف دسم او منزوع الدسم دي حاجة ترجعلك. هنقلبهم كويس جدا تمام جدا. هنبتدي بقى نضيف الدقيق حبة بحبة ونقلب، نحط حبة ونقلب، نحط حبة ونقلب عشان ما يعملش تكتلات معانا ويبقى سموث خالص. تمام، هنضيف حبة ونقلب زي ما قلنا. عملية الخفق ديت او التقليب بتخلي في بابلز تخش جواها وتنجح البلان كيك اكتر واكتر. تقدري تستخدمي بدل المضرب البيت اليدوي، تقدري تستخدمي المضرب الكهربائي. نحاول نخلي بالنا ان الجناب بيبقى فيها رواسب من الدقيق، ننزلها وناخدها معانا في التقليب. تمام جدا، زي ما انتوا شايفين بناخد اللي على الحواف كويس معانا. كده يبقى خلصنا كمية الدقيق بتاعتنا كلها اللي هي كوباية دقيق واحدة. نقلب كويس جدا عشان نخلي كل المكونات تمتزج مع بعضها كويس. تمام كده، الخليط بتاعنا بقى جاهز، بس لازم يتساب لمدة 5 دقايق يرتاح قبل ما نستخدمه. شايفين ده القوام اللي احنا عايزين نوصله. يبقى زي ما قلنا هنسيبه ونريحه مدة 5 دقايق وبعد كده نرجع نستخدمه تاني. قلتلكوا هنحتاجه دوت
بص بقى، احنا المفروض هنصب جواه الخليط بتاعنا بعد ما ارتاح لمدة 5 دقايق. دوت هيسهل علينا عملية تسوية البانكيك، بدل ما نستخدم المغرفة بتاعة الشوربة هنستخدمه هو في ان احنا هنصب البانكيك في الطاسة بتاعتنا. يبقى هننزل الخليط بتاعنا كله جواه زي ما قلنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنبقى محضرين طاسة تيفال او طاسة سيراميك زي ما تحبي، وبالفرشة وحبة الزيت اللي كنا مجهزينهم هنبتدي ندهن الطاسة بتاعتنا عشان البان كيك ما تلزقش زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. حبة زيت صغيرين جدا بس، هي اول مرة هنستخدمها اول مرة وبعد كده مش هنحتاجه. وعلى نار متوسطة هنحط الطاسة على النار، على نار متوسطة. وأول ما الطاسة ما تسخن هنبتدي ننزل بالبانكيك بالمقدار اللي احنا نحبه، سواء كبيرة أو صغيرة أو وسط، ده الحجم اللي أنا بحبه زي ما انتوا شايفين كده. هنبقى محضرين معلقة سيليكون أو معلقة خشب عشان نقلب البانكيك على الجنب التاني. هيبتدي يظهر بابلز على الوش زي ما انتوا شايفين، اول ما البابلز دي تبتدي تكتر يبقى كده معناها البانكيك جاهزة ان هي تتقلب على الجنب التاني. نخلي بالنا جدا من درجة الحرارة يا جماعة، ما تبقاش عالية عشان ما تتحرقش من تحت وتبقى مش مستوية. بنحطها على درجة حرارة متوسطة. شايفين البابلز كترت؟ يبقى احنا كده هنقلبها. ده شكلها لما بنقلبها بالشكل ده. في ناس بيحبوها لونها فاتح، وفي ناس بيحبوها تبقى واخده الدرجه البنيه شويه زي ما انتوا شايفين، في الفاتح وفي البني. انت بتختاري الدرجه اللي انت بتحبيها. شايفين شكلها خطير ازاي يا جماعه؟ دي انجح وصفة لوصفة البانكيك، وصفة ناجحة جدا وجميلة جدا وهتحبوها جدا، ونقدر نكسر بيها روتين الفطار اليومي. عندي بقى صوص شوكولاتة انا عاملاه، هبتدي احطه عليها. طبعا تقدري تحطي التوبينج اللي انت بتحبيه، سواء زبدة وعسل او سكر مطحون او فاكهة او مكسرات زي ما تحبي، او مربى. انا بحبها بصوص الشوكولاته، هغرقها صوص شوكولاته. وتقدري تضيفي شويه مكسرات لو عندك، سواء لوز او كاجو او حتى سوداني او جوز هند. لو عندك جوز هند وبتحبي جوز الهند ممكن تضيفي جوز هند. فظيعة يا جماعة، جربوها ومش هتندموا، تحفة تحفة تحفة. تقدري تاكلي معاها زبدة فول سوداني لو بتحبيها. وده شكلها النهائي، ايه رأيكم؟ خرافة، هتحبوها وهتدعولي، وأولادكم أكيد هيحبوها جدا جدا جدا. شايفين شكلها؟ وهم. ما تنسوش تجربوها وتكتبولي رأيكم في الكومنتات، وتقولولي عجبتكم ولا لا، وهي اكيد هتعجبكم. لو حابين تعرفوا طريقة عمل صوص الشوكولاتة اكتبولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله اعمل لكم فيديو بيه. سهل وبسيط جدا وطعمه وهم هو كمان. شايفين منظره فظيع. الى محبين الشوكولاتة يا جماعة، وبالهنا والشفا. باي باي.